الكثير من الأشخاص تتوجه إلي تشتكي بسبب حظر حسابها على موقع إيباي، وفي هذا الفيديو سأريكم كيف يمكنكم استخدام طرق لحل الحظر على حسابكم. مرحبا، أنا رضا عازم من كامبوست أكاديمي. أولا وقبل كل شيء، موقع إيباي لا يغلق حسابات من دون سبب، لذلك أول خطوة عليكم فعلها هو قراءة رسالة الحظر بتدقيق ومعرفة ما هو السبب لحظر حسابكم. ثانيا عليكم دراسة الرسالة، افحص بدقة التعليمات في الرسالة واتبعها بالضبط، حان الوقت لتكون محترف وصادق. إذا كنت قد ارتكبت خطأ واعترفت وأظهرت لموقع إيباي أنك تتعاون معهم وتوفر كل المعلومات التي يطلبونها، موقع إيباي سيفكر في حل الحظر على حسابك. لا تتظاهر بأنك ساذج، هذا لن يجلب لك نقاط ثقة مع موقع إيباي. ثالثا أرسلوا لموقع إيباي رسالة توفرون لهم متطلباتهم. عادة في رسالة الحظر سيكون بعض المتطلبات وعليكم توفيرها. رابعا في حالة عدم عودة إيباي إلى استئناف طلبك خلال 48 ساعة، اتصلوا بخدمة الزبائن لموقع إيباي، الرقم سيكون مبين في الفيديو. عند التحدث إليهم حافظوا على نغمة احترافية وتحدثوا بثقة. تذكروا يحتاج موقع إيباي إلى البائعين بقدر ما يحتاج البائعين لموقع إيباي. إذا لم تكن المكالمة الهاتفية مفيدة، أغلق المكالمة واتصل مرة أخرى لتحاول التحدث مع عميل آخر. قبل أن أنهي هذا الفيديو، يوجد نقطة مهمة علي أن أخبركم إياها بخصوص حظر الحسابات على موقع إيباي، وهي إياكم فتح حساب إيباي جديد بحالة حظر حسابكم القديم. فكر في موقع إيباي كشريك عملكم، فإن حاولتم تضليل شريككم لن ينتهي الأمر بشيء جيد. ومن ناحية أخرى، فإن بناء الثقة المتبادلة مع موقع إيباي يعد ميزة تجارية قوية جدا، وينظر بأثر رجعي إلى كل نضالاتنا، وهذا يستحق الجهد. أتمنى أنني أضفت معلومات مفيدة لكم، وإذا يوجد أي أسئلة أخرى أرجو كتابتها بالتعليقات. أكاديمية كامبوس تعلن فيديوهات أسبوعيا حول آخر أخبار عالم التجارة الإلكترونية، لذا لا تنسوا الضغط على سبسكرايب للاشتراك بقناتنا والضغط لايك على الفيديو. أتمنى لكم النجاح في مشروعكم، وسأراكم قريباً.